البياتي بقى اللي قالوا من الاستاذ محمد عبد السلام دول براحتك يعني، وعايزين نعمل رصد مقابل كده و يعني الحاجات الحلوه دي كده والسيكا المصطوح براحتك. حالا ولا حالا عمري بحاله يا عدي ما دومش الفرح في يوم حالا ولا حالا أفضل المر ما بيسبني وما فيش واحد ما ظلمني حتى الدنيا بتلعب فيا وكاين سقف معايا ده انا اسمعك عم البشيل جوايا لما بقيت خلاص سقف بقى مفيش الا احنا بس اهو وحتى النبي سقف واحده بس هي صحصحة على البشوات الطيبة بس نسمع نسمع عم البشيل جوايا لما بقيت خلاص مش قادر اتحمل ما انا انسان انا عم البشير جوايا لما بقيت خلاص مش قادر اتحمل ما انا انسان انا من حق اعيش وافرح بعمري ولو شويه مش كل حبه اخد ضربه تهد فيا من حق اعيش وافرح بعمري ولو شويه مش كل حبه اخد ضربه تهد فيا انا لو حديد بالدخل ده تكسروني بس عايز تكسبوه وتخسروه يعني انتوا كنتوا واقفين تتفرجوا عليها بس اللي بيحب النبي يسقف يا جدعان ولا يرقص ولا يعمل اي حركه كل اللي قام 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 واقول عليه طيب وخدني زي اللي ما يكون كلكم بتنتقموا مني كل اللي امنوا كل اللي امنوا كل اللي امنوا كل اللي كل اللي كل اللي امنوا قول عليه طيب يخلوا زي اللي ما يكون كلكم بتنتقموا مني كل اللي امنوا كل اللي امنوا كل اللي امنوا كل اللي امنوا
كل اللي صاحبه في سكتي يقلب عليا وكان عيش وملحنا كان عيش وميه يا خالصه يا حاج احمد رسمي احيي عم احمد احمد رسمي احيي عم احمد طالما انت مش اجنبي الحاج احمد رسمي طالما انت مش اجنبي الحاج احمد رسمي نروح بقى ونروح رجاله.